سارة عبد الرحمن، بعد دورك في الجزء الاول والثاني من ريفو الجميل طلعتي في طمطم، كانوا بدلعوكي باين طمطم. ايوه طمطم صح. يعني نسخه محدثه للعرافه او اللي بتفتح المندل او اللي بتقرا الكوتشينه او الحاجات دي. هو الراجل ده بقى كتب الشخصيه بالشكل ده، فطبعا يعني لازم اذاكر الشخصيه بكل اللي بيحصل فيها، بكل الحاجات اللي موجوده دلوقتي. بقى موجود حاجات كتير قوي اللي هو بقى المندل والترو والمش عارف ايه والاحساس واقرا فانا خفت جدا، يعني انا كنت خايفه، بس اللي هو ايه عشان كده خدنا الموضوع. لا معلش، هو انت يعني بتقلقي من الحاجات دي؟ يعني قصدي بتعمل لها حساب؟ يعني لا، يعني بصي، او انا يعني اكتر حاجه بؤمن بيها ربنا طبعا، اوكي، والحاجات دي انا عارفه ان هي يعني موجوده. انا بخاف بجد. في رمضان ده انت لقطه. لحظه واحده، انت بتخافي من الحاجات دي فعلا؟ يعني انت لو حد فتح لك الكوتشينه وقال لك كذا هتصدقي؟ قولي يا سارة. لا، انا الحاجات دي بتوترني، وبعدين اللي هو عندي كحه. امبارح رحت للدكتور قلت له بقول لك ايه، انا عندي بنى الشلبي بكره، انا ما ينفعش كحه. انصرف انصرف انصرف. دكتور مش يا عيني، من كتر ما توترت شرقت يا حبيبي. وانا بعتذر لك، انا مش عارفه اغني النهارده. لا يا لا، خلينا بس في القنبله اللي انت قلتيها دي. خلاص ده انت ست متعلمه وجميله ومتفتحه. ايوه، في حد يصدق في الكوتشينه والكلام الفارغ؟ لا انا مش بصدق فيها، انا بس يعني بس بتوتر. انا بصدق فيها جدا. اي بعيد عني. طب ايه اكتر حاجه بتخوفك من الحاجات دي؟ لا هو في حاجه، معلش، هو وانا اول يوم تصوير ليا في الديكور بتاعي وانا طالعه المشهد الاسانسير وقف. ده ايه بقى؟ علامه. ايوه، بس كلنا وقف بين الاسانسير احيانا من غير ما نكون عاملين دور عرافه. اهو يا عيني بيطلعوني من البيت، شايفه البطل. بص لا، صوت وصوره، عايزين نتفرج. بس بص الحمد لله. بص يعني يا لهوي. ايه ده بجد والله العظيم؟ ممكن ايدك؟ حبيبي ظهرك. الله وسط الدنيا. الله ربنا يسلمك. خلاص تمام؟ الله اكبر. يا ربنا يسلمك. اتفضل. اول تحيه. خلي بقى السنه دي جوه، مش مشكله. متعود على كده يعني. بصي بقى، بصي، طب انا خدي بالك من حاجه، بصي وانا طالعه انا مرعوبه، بس وانا طالعه بصي مبتسمه ازاي. قعدت ادعي والله العظيم وانا في الاسانسير بجد، فالحمد لله ربنا طلعني بجد. ربنا نصر اسمك. ايوه الحمد لله. انت قعدتي محبوسه قد ايه في الاسانسير؟ مش عارفه بقى، ما حسيتش بالوقت، بس كنت اللي هو عماله بشغل نفسي ومش عارف ايه ومحدش. وبعدين ايه، فين وفين لحد طبعا هم خدوا بالهم هي ساره فين، فاكريني في الكهربات. طب وانت مش تزعقي؟ ما احنا قعدنا نعمل كده، وقفنا في الحته اللي عند الاسمنت والحته الثانيه دي فوق مفيش. فاللي هو طب انا هخبط على الاسمنت، ما حدش هيعمل اي حاجه، فاخدوا بالهم بقى. ده ساره في الكرفان، راحوا الكرفان ما قالوليش، لحد ما خدوا بالهم ان ايه ده الاسانسير عطلان. إيه ده احنا عايزين الممثله دي تيجي تبقى تمثل. ساره بعد قد ايه؟ معرفش، اسالوا يا جماعه طارق الجنايني يا جماعه. هو ده كده مستعجلين على طول. يعني لو ما كانش عندك تصوير كنت هتتنسي. كنت خلاص عايش بقى بين السماء والارض. شغلك حلو عبد العزيز، انتوا عملتوا كمان شغل كويس جدا. خليني الاول افتكر حاله خاصه اللي انتوا عملتوه مع بعض، وشافوه. برافو برافو على المسلسل ده. اسمك ايه؟ نديم احمد ابو سريع. انا كنت اول على دفعتي وما تعينتش في الجامعه عشان انا مش عادي، وماما كمان قبل ما تموت قالت لي عايزه اشوفك محامي ناجح. حضرتك ممكن تجربيني، ممكن تديني قضيه اشتغل عليها وهتشوفي، هتلاقيني محامي شاطر. حضرتك بتكلم اماني النجار، اكبر محاميه في مصر، بتحرق اي حد يجي في وشها. انت مش قادره تنسي الموضوع ده ابدا. الناس المهمة بس هي اللي بتتأخر. رام الله،